أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب بداية الهداية مرشد، هو نفسه مرشد يرشدنا إلى فعل الخيرات ويوجه. كان الشيخ يقول اطلبه ثم، يعني هناك، اقرأه هناك. الشيخ الكامل وإن كان مش موجود بالصورة الكافية، لكن من الممكن أن نرى شيخ وشيخ 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 ويكون الجميع الشيخ الكامل. هناك من يهتم بقراءة الأوراد والأذكار، هناك من يهتم بحفظ القرآن، هناك من يهتم، هناك من يهتم، والكل يوصل إلى الله. الكل يوصل إلى مين؟ كيف نصل إلى الله؟ بالعمل الصالح. يلا سيد، بسم الله. صف الكام الأول؟ 44. الكتاب ينتهي كام؟ 64. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد عبد الله ورسوله، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، آمين. أيها الولد، إني أنصحك بثمانية أشياء اقبلها مني لئلا يكون علمك خصمك يوم القيامة. تعمل منها أربعة وتدع منها أربعة. ما معنى خصمك يوم القيامة؟ العلم يقرب إلى الله، صح؟ لكن ما رأيك أن يكون العلم هو الذي يقربك إلى جهنم ويبعدك عن الجنة؟ هنا كيف تحول الدواء إلى سم بعدما انتهت الصلاحية؟ الدواء ينتهي يوم 30/10، النهاردة 30/12، انتهى ولا لم ينتهي؟ انتهى. فسد ولا لم يفسد؟ فسد. قبله كان دواء يأخذه العليل حتى يرزق بالشفاء، الآن إن يأخذه المريض يزداد مرضا، وإن يأخذه البريء يأتيه المرض. لذلك يا أهل الله، كيف يكون العلم سلاحك لك لا عليك؟ إذا أتممت العلم، وإتمام العلم بالعمل الصالح. فإن لم تعمل سيكون نقمة عليك، ستحاسب كم مرة؟ مرتين. ذكروا أن أحد الملوك في مصر قديما كان يعني جبار، هذا الملك كان جبار جدا وكان يفعل مشاكل كثيرة. ذكروا أنه يعني نحن لا نريد نذكر اسمه، يعني الله أعلم بصحة ما يقال. هذا الرجل كان يفعل الفعل في أعدائه رائعة جدا. سيد شهرول هذا عدوي، يسكن فين شهرول؟ يسكن في بيت جاوة، هذا بيت شهرول. تصل أخبار إلى هذا الملك أن السيد شهرول يفعل مشاكل مع الملك. الملك عادي، ما فيش مشكلة خالص. الساعة كام الآن؟ الآن الساعة 10 بالليل. صلاة الصبح لن تجد شهرول ولا عائلة شهرول، ولن تجد بيت شهرول. أحد الوزراء ذهبت إليه مشاية أمام الملك، كان تناول وجبة العشاء في بيت من يفعل مشكلة مع الملك، ويشربون ويرقص القينات، ثم ذهب إلى البيت كأنه قريب من الفجر. في اليوم الثاني عرف أن الملك يريد الانتقام، فذهب لزيارة البيت الذي أكل فيه في المساء، فوجده أرضا وأحد الجيران يرش الماء. رجل قال لا يسأل عن الناس: أين البيت؟ قالوا: جاء 500 رجل قبل الفجر بساعة أخذوا البيت حجرا حجرا.
أين أهل الدار؟ قالوا الله أعلم أين هم، لن تسمع عنه أبدا. عندما مات أولاده جاءوا بمقرئين يقرؤون عند قبره، قالوا رحمكم الله والله أعلم، هذا الكلام ذكر السيوطي والله أعلم، رؤيا منامية لكن نستفيد منها. قالوا أن الملك جاء لمين؟ للمقرئ. قال أيها المقرئ رجاء لا تقرأ عند قبري. المفروض أننا إذا قرأنا القرآن عند القبر تأتي الرحمة، المفروض إذا قرأنا القرآن تتنزل السكينة. فقال الملك أيها المقرئ رجاء لا تقرأ قرآن عند قبري. فقال المقرئ في المنام لماذا؟ قال لأنك كلما قرأت آية ملائكة العذاب تسألني هل سمعت هذه الآية؟ فأقول سمعت، فيقولون ولماذا لم تعمل بها؟ فيزيدون العذاب. فهو يقرأ قرآن فوق وهذا يعذب فين؟ تحت. يعذب لسؤال واضح، هل سمعت عن الآية؟ نعم، فلماذا لم تعمل؟ خذ. فهمتم القصة؟ قول يا ابني. فأحدها ألا تناظر أحدا في مسألة ما استطعت، لأن فيها آفات كثيرة. يبقى خلاصة الكلام الشيخ سيذكر أربعة لا تفعل، أربعة تفعل ثم يأتي برحمة. إن كان لابد أن تفعل، واحد اثنين ثلاثة. نصيحتي لك لا تتزوج. كيف؟ إن كان لابد أن تتزوج فتزوج بمؤمنة، فتزوج بمتعلمة، فتزوج بامرأة من قومك، فتزوج بامرأة من الأقارب. ده يا مولانا شروط حتى تتزوج. مثلا الغزالي يقول رجاء لا تناظر. ليه مولانا؟ لأن المناظرة تؤدي إلى العداء. واحد قال لي أنا أريد أن أناظرك في أن المذهب الشافعي حق والمذهبية حق أو المذهبية باطل، هو يريد ماذا؟ ينتصر. أنا أريد ماذا؟ ينتصر. أنا أراه يخطئ، أنا ماذا؟ أفرح. هو يراني أخطئ، هو ماذا؟ أنا انتصرت عليه، أنا فرحان. هو غضبان، هو انتصر علي، أنا غضبان. إذن في إيه؟ في عداء. فإن كان لابد اجعل المناظرة لله، أنت تنتصر، أنا أنتصر، أنا لا يهمني، أنا أريد أشرب شاي، يصنعه السيد شهرون، يصنعه السيد لقمان، أنا ليس لي علاقة، المهم الشيخ يشرب إيه؟ خلاص. أنت تريد الوصول إلى الحق وأنا أريد الوصول إلى الحق، ما الذي يعنيك أن يصل إلى الحق واحد من ماليزيا أو واحد من أندونيسيا؟ المهم أن يظهر الإيه؟ ده صعب، ده صعب. كل من يناظر يريد أن ينتصر. الإمام الشافعي قال ما نظرت أحدا إلا وتمنيت أن يكون الحق معه. ما نظرت إيه؟ إلا وتمنيت أن يكون الحق إيه؟ ده صعب، صعب. شوف أنا أعطي درس، هو في شيخ آخر هنا يعطي درس، أنا أتكلم في أيها الولد وهو يريد أن يتكلم في أيها الولد، أنا أريد أن أكون أنا أحسن وهو يريد أن يكون هو أحسن، في مشاكل. طب لماذا؟ اثنين، إذا ناظرته اجعل في قلبك أنه هو ينتصر، أنت تنتصر سواء، أصعب. علشان كده من أجل ذلك الغزالي يقول رجاء لا تناظر أحد. المناظرات جاءت بإفادة إيه؟ في التلفزيون يأتون بالمناظرات، فلان يقول أن البخاري يعني فيه أخطاء، والآخر يقول البخاري ليس فيه أخطاء، النتيجة أن الناس لا تفهم من هو البخاري، وبيشتغل إيه البخاري يعني.
يذكرون أن البخاري ممثل، لكن ممثل قديم، كان يمثل زمان في زمن إسماعيل ياسين. تعرفون إسماعيل ياسين؟ لا تعرفون؟ تعرفون فريد شوقي، أبو حليم حافظ، أم كلثوم. تعرفون أم كلثوم؟ يظنون، تعرف أم كلثوم؟ يظنون أنه أم كلثوم. يعني في صعوبة، هم لا يعرفون البخاري أنه عالم سنة، ولا يعرفون كتاب البخاري، ولم يقرأوا في كتاب البخاري. كيف نجعلهم حكام على البخاري؟ يعني الأمر في صعوبة، الأمر في صعوبة خالص. نمرة اثنين، قد يكون المدافع عن البخاري ضعيف وعدو البخاري قوي، إذن النتيجة أنا سأكره البخاري. نمرة ثلاثة، من غرض من النقاش إظهار الحق؟ هل الناس تعلم أن البخاري على باطل؟ نمرة أربعة، من الذي يدافع؟ الشيخ هشام أنا جاي في مناظرة أثبت أن بارليس ليست من ماليزيا، بارليس تابعة إلى الرياض ومكة المكرمة. يا مولانا أنت لا ماليزي ولا سعودي، لماذا تتكلم في هذا الموضوع؟ أنا شيء لا يعنيني. نحن نذهب بارليس إن الشيخ حسيني نأكل ونشرب ولا شيء، ليس لنا علاقة، هذا يتبع هذا وهذا يتبع هذا، ليس لنا علاقة. يدافع عن بارليس أهل مين؟ أهل بارليس. يدافع عن مكة والرياض أهل مكة والرياض، لكن أنا ليس لي علاقة، أنا نأكل ونشرب ونعطي محاضرة ونمشي. من تدخل فيما لا يعني سمع ماله يرضيه. لا، نحن نفعل مناظرة. لا يا مولانا، أحيانا تعتقد أن كلامك مفيد، في الحقيقة يضر، ومن هنا عليك أن تفكر قبل أن تتكلم. هل إذا تكلمت أعطي معنى مفيد ولا لا أعطي معنى مفيد؟ إذا كان كلامي يخدم لا تتكلم. أنا أعترف أن أهل جوة بخلاء، لكن عندما أقول أنه بخلاء ما الفائدة؟ سؤال بس، ما الفائدة؟ أنا أقول أهل جوة بخلاء وأبو بكر ده بخيل، ما الفائدة؟ مفيش فائدة. فإما أن تقطع العلاقة مع أبي بكر أو تكمل العلاقة وتتحمل، لكن ليس عندي فائدة أن أسبه، أن أفعل مشاكل. لو تمشي بهذا المنهج ترتاح، لا تصنع مشكلة ما لم تأتيك المشكلة. اثنين، لا تخلق المشاكل، ده في القانون. أنا ضابط ثم أتي بهذه وأقول لهذا الرجل خذ هذه، خذ لا تخذ، كلها أنت وست شهرون حتى يعلمون أن الشيخ يطعم الفقراء. هذه مخدرات، تعرفون حشيش أفيون، أنا ضابط فأقول لقمان خذها هدية، فلقمان ماذا فعل؟ أخذها. عندما أمسكها أصدقاء الضباط يأتون، هات أنت حرامي، لو تمسك مخدرات يخلد عليه قانونا، يخرج براءة. عارف ليه يخرج براءة؟ لأن القانون يقول للضابط لا تخلق الجريمة، لا تصنع ماذا؟ أنا ضابط صنعت الجريمة. لا، أنت هو يبيع مخدرات أنت تمسكه، لكن لا تجعله يبيع ثم تمسكه. فعلى الضابط ألا يخلق الجريمة. الضابط دوره يواجه مين؟ لكن أنا لا آتي وأقول لك خذ هذا الموبايل، فأنت تأخذه، يا ضابط إنه سرق الموبايل بتاعي، يا أخي حرام، لا شرعا ولا قانونا. ومن هنا لا تخلق العداوة. كيف أخلق العداوة؟ إنه نظرات تخلق العداوة. ليه تخلق عداوة؟ مرة ذهبت إلى أندونيسيا زمان كده، كنت أعطي محاضرة كده في جاوة الوسطى، اسمها مصعب سمرانكا. ففي جي دكتور كده يتكلم ويقول لماذا المشاكل كلها في بلاد العرب
ولا يوجد مشكلة في أندونيسيا. إلا يوجد مشكلة في أندونيسيا الشيخ جيدي. ده رقم واحد. نمرة اثنين، يعني لماذا يعني هذا الكلام ليس له فائدة؟ يعني أنت تريد أن تثبت أن أندونيسيا أفضل من مصر، قضية برضو يعني أنت حر في رأيك، لكن طيب اديني التعليم. قال لأن كل المشاكل فين؟ في بلاد العرب. لا توجد مشكلة في بلادها أندونيسيا. التعليم، لأن بلاد العرب انتشر الإسلام بالسيف، أما أندونيسيا انتشر الإسلام بالتصوف. فأنا قلت للدكتور جنبي جوالي، قلت له أنا عايز أتكلم، قال تفضل. قلت له أنا أخبرك لماذا المشاكل في بلاد العرب وأندونيسيا ليس فيها مشاكل. القضية ليست في السيف وليست في التصوف، القضية أن أندونيسيا في أطراف العالم الإسلامي، أما بلاد العرب في قلب العالم الإسلامي، وهناك فرق بين الأرياف والأقاليم وبين العواصم. الأقاليم العلم قليل فالمشاكل قليلة، العاصمة العلم كثير فالمشاكل إيه؟ شوف ده خطأ في المنهج. هل تؤيد أن الإسلام انتشر بالسيف؟ ده كلام الكفار، هو يؤيده. ده لا أتكلم عن إنسان عادي، أتكلم عن دكتور، أستاذ دكتور. نمرة اثنين، هل فعلا في فرق بين الإسلام عند العرب والفرق بين الإسلام عند أندونيسيا؟ هو يقول في فرق. نمرة ثلاثة، من الذي يفعل العنف في بلاد العرب؟ هو الذي يسرق أموال أندونيسيا. فهمتم؟ فالقضية ليه تربي عداوة بين ناس لم يعادوك بالمناظرة؟ فهو يتكلم وأنا أتكلم، في الآخر يعني هو رجل مؤدب قال أنا لا أقصد. ثم الدكتور ناجح إبراهيم، اسمه إبراهيم ناجح أو ناجح إبراهيم، برضه ظريف كده يهزر، قال لك مصر أم الدنيا. قلت له ماشي، وأندونيسيا أم الدنيا. ويضحك وخلاص والموضوع انتهى. لكن برضه يعني كيف أندونيسيا أم الدنيا؟ من الذي كتب العقد يعني؟ وهذا عقد باطل وزواج زنا. هذا زنا. وفين الأولاد؟ مصر أم الدنيا وأندونيسيا أبو الدنيا. أندونيسيا مؤنث أيضا، فكيف يتزوج الإخوة؟ بين العلاقة بين الرجال والرجال لواط، وبين النساء والنساء سحاق. يعني يعني من يمزح يعني. لكن السؤال ليه تخلق عداوة؟ أدي كلام الغزالي، من يقرأ المنهج، هذا الكتاب الصغير يكتب بماء الذهب، ترجمه يا ابو بكر واحنا نطبعه، لكن العربي مجانا والماليزي باموال. خلاص مش عايزين ثواب من عند الماليزيا. ده منهج لا تخلق عداوه، منهج ليس كل الامور تناقش. ده منهج في فرق بين المناقشه والمناظره. المناقشه بغرض الفهم، المناظره من ينتصر. لكن في حل لمن اضطر للمناظرة؟ أيوة في حل. قول يا ابني. فإثمها أكبر من نفعها. شوف العداوة أكبر من علمها. إذ هي منبع كل خلق ذميم كالرياء والحسد والكبر والحقد والعداوة والمباهد وغيرها. إن أنت تنتصر تتباهى، إن تهزم تحسد. إن أنت تنتصر تتكبر، إن تهزم تبغض. ففي تلك الحالات خسران خسران، فإما أن تدخل جهنم من باب الكبر أو تدخله من باب الحسد. تعددت الأسباب والنار واحدة. فهمتم؟
نعم لو وقع مسألة بينك وبين شخص أو قوم في فرق بين المناقشة والمناظرة. أكرر المناقشة نحن نفهم، المناظرة فيها تحدي، يا مولانا سؤال ما حكمك طب لو حصل أجازة يفهم، لكن مناظرة هو يتحدى. ولذلك كل البرامج في التلفزيون التي فيها مناظرات صعب أن تخرج بفائدة، بل من يتفرج يضلل. لذلك أنا لا أتفرج أبدا، حتى لو كان أعلم العلماء، لو الإمام الشافعي يتكلم أنا مش فاضي، تحصل شوشرة في الرأس، أنت مش فاهم يتكلم عن إيه. واحد يتكلم عن النسخ في القرآن والثاني يتكلم عن إيه، عن إن القرآن لا يوجد فيه نسخ. أنت أصلا تعرف يعني إيه نسخ؟ يعني ما فائدة أن أمي تتفرج على برنامج الشيخ جاي يتكلم فيه عن النسخ والآخر يتكلم ضد النسخ، أمي أنا تتفرج عليه ليه؟ هذه الأمور تناقش في 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 حلقات العلم، لا تناقش أمام التلفزيون ويراه العوام، ويراه أمي ويراه أمك وأبي وأبيك. أنت تفهم لكن ما وراءك لا يفهم. فهمتم يا أهل الله؟ هذه مشكلة المناظرة. ها شوف الشيخ يتكلم، الشيخ مات سنة 505، كل ما يقول موجود الآن، هذه كلام أهل الله، كلام الحاضر الذي يفيد في المستقبل، لأنها نصيحة خرجت من صدر محب. وكانت إرادتك فيها أن تظهر الحق ولا يضيع، جاز البحث، لكن لتلك الإرادات علامتان، إحداهما ألا تفرق بين أن ينكشف الحق على لسانك أو على لسان غيرك، والثانية أن يكون البحث في الخلاء أحب إليك من أن يكون في الملأ. مستحيل مناظرة في الخلاء، المناظرة في الخلاء مستحيلة، لأن هذا يريد أن يظهر أنه قوي أمام مين، وهذا يريد أن يظهر الآخر ضعيف أمام مين. ما الفرق بين الرياء والإخلاص؟ الرياء ترى الله، لا الرياء ترى الناس، الإخلاص ترى مين؟ إذن هذا كله ضلال، ده ليس كلام، ده كلام الغزالي. هذا الكلام يقوم بحل المشاكل الآن ولا لا يقوم؟ أنا أريد أن أثبت أن السيد شهرور على خطأ، خذ هو تكلم معه، لازم أمام العالم كله. ما الفائدة؟ ما الفائدة أننا نثبت أن السيد شهرور جاهل؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة أن السيد شهرور يثبت أن الشيخ جاهل؟ ما الفائدة؟ اتركه يعمل وأنا أعمل. لكن هذه المناظرات تؤدي إلى بغضاء، فهو عندما يراني في التلفزيون يغلق التلفزيون، أنا عندما أسمع عن شهرور اتركه، فأنا أغتابه وهو يغتابني، وأنا أكرهه وهو يكرهني، والنتيجة أين الحق؟ ضاع الحق وسط الباطل. واسمع إني أذكر لك هنا فائدة، وعلم أن السؤال عن المشكلات عرض مرض القلب إلى الطبيب، والجواب له سعي لإصلاح مرضي. هو ده، لماذا تذهب إلى الطبيب؟ لعلاج الأعضاء. القلب عضو ولا يصعد له أمراضه؟ واليدي لها أمراض، القلب له أمراض. إيه أمراض القلب؟ تزيد عن 400، مصدرها أربعة: الحسد والبغضاء والعجب والكبر. هل لم أقول هذا الكلام؟ قلت هنا الإيه؟ الحسد والبغضاء. اثنين، ثلاثة، العجب، أربعة، كبر. الحسد أنت تعلم أنه في نعمة فتفضله عليك، ثم أنت ناس كيف تفضله عليك؟ أنا أفضل. يبقى في بغضاء، يبقى في عجب، يبقى في كبر. واعلم أن الجاهل أن الجاهلين المرضى قلوبهم والعلماء الأطباء، والعالم الناقص لا يحسن المعالجة. إذن الجاهل مريض والعالم طبيب،
والعالم الكامل لا يعالج كل مريض بل يعالج من يرجو فيه قبول المعالجة. ده كلام جميل. من يريد أن ينظرك مريض؟ أنت مين؟ أنا العالم. إذن أنت طبيب. طبيب إيه؟ أنا طبيب أنف. هل تستطيع أن تعالج العين؟ لا أستطيع. إذن إذا جاءك مريض العين أتركه. إذا جاءك مريض الأنف عالجه. فأنظر له. هل العلاج يأتي بفائدة؟ عالج وناقش وتكلم وفهم. العلاج لا يزيده إلا عنادا وضلالا. سلام عليكم. إعطاء العلم لغير أهله في هذا العلم. إعطاء العلم لغير أهله إهانة للعلم. بل يعالج من يرجو فيه قبول المعالجة والصلاح. فإذا كانت العلة مزمنة أو أقيما لا تقبل العلاج فحذاقة الطبيب فيه أن يقول هذا لا يقبل العلاج ولا تشتغل. حذاقة يعني إيه؟ الشطارة، الفطانة، حاذق يعني ماهر، المهارة. مهارة العالم يعرف من يناظر. إن كانت المناظرة تفيد أهلا وسهلا بشروطها. كانت المناظرة لا تفيد رضاك ابتعد. فليس كل طبيب يعالج كل الأمراض. فلا تشتغل فيه بمداوته لأن فيها تضييع العمر. هو ده اللي حاصل النهارده. هيضيع عمر الإنسان في الأسماء والصفات. تجد الإنسان أعلم العلماء في التأويل والأسماء والصفات. لو سألته وقلت له كلمني 5 دقائق عن الحشر والنشر لا يتكلم. لكن إن قلت له يد الله فوق أيديهم وفيها 50 قول. قول يقول هذا وهم كفار وهؤلاء مقسمة وهؤلاء معطلة وهؤلاء وهؤلاء وفي الآخر خالص هو مش عارف حاجة. ليه هو لأن النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك. شوف سفيان الثوري تفسيرها إمرارها. تفسيرها إيه؟ ها؟ ما حكم فوائد البنوك وأرباح البنوك والربا واوا؟ تعالى الفقه من أوله إلى آخره يفعل بحث في أحكام فوائد البنوك 500 صفحة. أبو شجاع العلم كله 26 صفحة. هي هو أولى. الشيطان يسكن في التفاصيل في الجزئيات ليس في الكليات. الشيطان يسكن فين؟ في الجزئيات في التفاصيل ليس في الكليات. الكل يتكلم. حكم الصلاة في المساجد اللي فيها قبور، تربية اللحية، إسبال السور، الصلاة في اللي مش عارف فين، الاستغاثة بأصحاب القبور، حكم نور القبور، كل ده كلام علم لا ينفع جهل بها. لكن إن كلمته في الأمور الأساسية نواقض الصلاة مبطلات الصلاة لا يتكلم. سنن الصلاة لا يتكلم. لكن إن قلت له الصلاة في المساجد اللي فيها قبور يتكلم. لو كلمته في المعاملات الإسلامية خشب مسندة. هذا أعظم العظماء يقول أنه من العظماء يسأل في المعاملات الإسلامية من الطلاب يعني لا يجيد. لكن أنت تتكلم معه في بعض القضايا يا سلام الحاكمية والأمرية والبطاطسية والبنجانية أي عام أوراني من بنجان وأجل عام قول يا بني. ثم أعلم أن مرض الجهل على 4 أنواع أحدهما يقبل العلاج والباقي لا يقبل. لا احنا كده في 4 تدع الاولى للمناظره فان كان لابد في شرطين. ثم الشيخ يستطرد. استطرد يعني يخرج عن الموضوع. الجهلاء 4. نوع 1 قابل للعلاج.
ثلاثة إن كنت عالما رجاء لا تقربهم عشان ما تضيعش وقت. هو أنا جاهل وهذا جاهل وهذا جاهل وهذا جاهل، لكن هذا يعالج وهؤلاء الثلاثة لا يعالجون، خلاص نحن نعمل مع هذا ونترك هؤلاء حتى لا تضيع الوقت. العقل الرشيد من المشايخ ينظر إلى طلابه، من كان من الأول يعالج، من كان من الثاني والثالث والرابع رجاء لا تضيع الوقت، لكن لا تعادي إزايك الله يسلمك خلاص. لكن من الذي تهتم به؟ من ترجو منه فائدة، ليس فائدة مادية، فائدة أنه يكمل المشوار. فأنفاس العلماء ممن قبلهم ممن قبلهم ممن قبلهم إلى أن تصل إلى أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذي لا يقبل فأحدها من كان سؤاله واعتراضه عن حسد وبغض. إيه رأيك عندما يأتي الطالب ويسأل وهو يعلم الإجابة، ما رأيك في كذا 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 كذا؟ يا مولانا نعم الشيخ شلتوت قال عكس ما قلت، واحد اثنين ثلاثة أربعة حاجة من اثنين، إما أن أبغض السيد شلتوت وإما أن أرد على السيد شلتوت وإما أن أثبت أنه ضعيف وإما أن أكذب حتى أداري عيني. لماذا؟ ما دمت تعلم الإجابة لماذا تسأل؟ فهمت؟ أنا متأكد من الإجابة لماذا تسأل؟ اختبار؟ طب لماذا تختبر الشيخ؟ حتى توقع العداوة بينه وبين شيخ آخر؟ فلماذا تسأل؟ ما الذي تستفيده أن تقول الشيخ هشام أفضل أو الشيخ شلتوت أفضل؟ الاستفادة خذ من هذا ما تطلب وخذ من هذا ما تطلب، لكن لماذا جعلت نفسك حكما في الأسئلة فتسأل هذا وتسأل هذا وهذا يجيب وهذا يجيب، ثم تقول كل واحد يقول ما يقول ما دام عنده دليل؟ الله لم يجعل الناس على رأي واحد، أنت تريد أن تجعل الناس على رأي واحد؟ وكلما تكبر كلما تستفيد أن تتقبل الخلاف، وما دمت لا تقبل الخلاف اعلم أنك صغير. علامة أنك كبير أنك تقبل إيه؟ الخلاف. فكلما نجيبه بأحسن الجواب وأفصحه وأوضحه فلا يزيد له ذلك إلا بغضا وعداوة وحسدا، فالطريق ألا تشتغل بجوابه. فقد قيل كل العداوة قد ترجى إزالتها إلا عداوة من عاداك عن حسدي. فهم؟ أنا أخطأت في حقك، أنا أعتذر، لكن من تعاديه من أجل الحسد الاعتذار لا يكفي. أنا أفعل معك مشكلة، معلش رجعت، أنا أعتذر خلاص. لكن من أحسده مستحيل أعتذر له، وإن أعتذر قلبي لا يسامح، فسأفعل مرة واثنين وثلاثة. قول يعني. فينبغي أن تعرض عنه وتتركه مع مرض. قال الله تعالى: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. والحسود بكل ما يقول ويفعل يوقد النار في زرع علمه. الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. شفت العالم الحسود فحسد يأكل مين؟ الحسنات. هو ساخط، هو أكره كل المشايخ. فكلما جاءني طالب أنا أجعله يكره الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، لأن الشيخ يكره كل المشايخ، علمك سيموت. الغرور مقبرة العالم، الغرور مقبرة الإيه؟ ولكل جواد كبوة. الجواد الحصان يجري بسرعة فجأة يحصل مشكلة فيقع، هذه الكبوة تأتي من الغرور.
ولذلك الغرور خلق غير ممدوح. طب التواضع يؤدي إلى أن الطلاب يسيئون الأخلاق مع الشيخ، فلا الغرور نافع ولا التواضع نافع. من الذي ينفع؟ ينفع الله. صح كما أنت إن كنت تواضع ما لو أتكلمت، لكن الشيخ من الآن سيكون معك أنت فقط مغرور ومتكبر كمان. صح. قول يا ابني. والثاني أن تكون علته من الحماقة. ده لطيف خالص. الأحمق ده لطيف جدا. كان حكام الهند إذا أرادوا أن يعذبوا عالم حبسوا معه أحمق. إذا أراد أن ينفعك يضرك. نحن نلعب كرة. في واحد يقف معي أنا جون، أنا حارس مرمى، وهو يقف باك يعني مدافع. كلما أعطيه الكرة هو يقذفها أوت. ليه مولانا؟ قال حتى لا يأخذها أحد وتدخل جون. أنا أعطيك الكرة حتى تذهب إلى هناك. هو عندما يأخذ الكرة يقول من باب السلامة، يخرجها خارج الملعب. أنت عندما تخرجها خارج الملعب وهو يعتقد أنه أن يجعلني في أمان، أبدا، سيجعل الفريق الآخر يأتي بكامله عندنا حتى يلعب بها الكرة، فجاء ينقذني فأغرقني. ده اسمه مين؟ الأحمق. من إذا جاء ينفعك ضرك. ده اسمه مين؟ مين الأحمق؟ من إذا جاء ينفعك ضرك، لكن ضرك دون أن يشعر أنه ضرك. يعني هو دون أن يشعر أنه يضر. لذلك كان حكام الهند إذا أرادوا أن ينتقموا من أحد حبسوا معه مين؟ أصعب شيء في الدنيا أن تكون الزوجة حمقاء. أصعب شيء. حكي أن أحد العلماء الكبار وكان شيخا في الجامع الأزهر. شيخ يعني ده زي كده، ليس شيخ أزهر، زي كده مدارس في الجامع الأزهر. وكان من أكابر مشايخ الملكية رضي الله عنه، لكن ابتلي بزوجة حمقاء، فكانت يعني تتكلم معه بسوء أخلاق كأنها تسبه. فقال لها: يا امرأة، غدا تعالي الدرس، سترين أن الناس كلها تسكت وتسمع وتسلم علي وتقبل يدي وتكلمني باحترام. قال: لعل الله إذا جاءت ورأت احترام الطلاب للشيخ وإجلال الطلاب للشيخ قد تهدأ. هل خلاص نحضر؟ الشيخ يحضر له جامع الأزهر ممتلئ، كان شيخ الملكية، وحضر الناس والطلاب يسكتون يتكلمون، والشيخ ينتهي من الدرس والطلاب تسلم عليه وتقبل إيده وفي اهتمام. الشيخ ذهب إلى البيت قال: الحمد لله، عندما تراني في هذه الصورة ستتعامل معي بها باحترام، فأنا يعني أنا شيخ كبير والطلاب كبير. ما شاء الله أن هذه المرأة قالت للشيخ كلام جميل أوي. قالت له: سبحان الله، ظننتك عاقلا، صرت مجنونا. قالت: أيوة مجنون. قال: كيف؟ قالت: الناس كلهم يسكتون، أنت الوحيد الذي تقف وتتكلم. شهرين. فهمتم؟ يعني الناس كلها تسكت، أنت الوحيد الذي تقف وتتكلم. لماذا؟ لأنك مجنون. الأحمق لا يعالج، ولذلك الشيخ الغزالي عليها تجنبه، ابتعد عنه، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا لا تجعل نفسك عرضة لأحمق، فلا تقم بالهزار مع أحمق قد يهينك، لا تجعل الأحمق صديقك قد يضرك، لا لا لا، يعني أمور كثيرة، قل ما شئت.
الأحمق إن جاء ينفعك ضرك. ثاني ولا ثالث؟ ثاني. كما قال عيسى عليه السلام: إني ما عجزت عن إحياء الموتى. كم أحيا عيسى من الموتى؟ أحيا أربعة. أحيا مولانا عيسى كم؟ ها؟ أربعة. وقد عجزت عن معالجة الأحمق، وذلك رجل يشتغل بطلب العلم. قال مولانا الإمام الشافعي: أخاطب ألف عالم فأقنعهم بمسألتي، ولا أخاطب جاهلا واحد فلا أقنعه بمسألتي. وذلك رجل يشتغل بطلب العلم زمنا قليلا، ويتعلم شيئا قليلا من علم العقل والشرع، فيسأل ويعترض من حماقته على العالم الكبير. قال الإمام الشافعي: العلم ثلاثة أشبار، من بلغ الأول تكبر، ومن بلغ الثاني تواضع، ومن بلغ الثالث علم أنه لم يعلم شيئا، فيسأل ويعترف من حماقته على العالم الكبير الذي أمضى عمره في العلوم. هو ده، دي المشكلة. انت جاي تفعل مشاكل مع واحد عمره كله في الكتب، قرأت كتابا وغابت عنك كتب، وهو قرأ كتب وغاب عنه كتاب. سئل ابن كثير: كيف يصل الإنسان إلى ما وصلت؟ قال: بالسؤال وبكثرة مجالس العلم، بمزاحمة العلماء لرغبتي أجلس. قال: يا إمام كيف يضيع العلم؟ قال: باثنتين برضه. إيه هما؟ واحد بالحياة، اثنين الكبر. متكبر يسأل، يستحي يسأل. النتيجة واحدة، صفر. في العلوم العقلية والشرعية، وهذا الأحمق لا يعلم، ويظن أن ما أشكل عليه هو أيضا مشكل للعالم الكبير. هو دي القضية. أنت تظن أن المشكلة في رأسك عند كل الناس، والحقيقة هي في رأسك فقط. إذا عندنا مشكلة، العلماء تختلف، عادي تختلف، ليس عندنا مشكلة. إذا اجتهد المجتهد وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد المجتهد وأخطأ فله أجر. ليس عندنا مشكلة في الاختلاف، لكن عندك أنت مشكلة. فإذا لم يعلم هذا القدر، يكون سؤاله من الحماقة، فينبغي ألا يشتغل بجوابه. هو ده. مرة أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه كان يجلس مع أصحابه يمد قدمه، فجاء رجل هيئته كأنه من العلماء وجلس مع أبي حنيفة. أبو حنيفة يظنه عالم فيجلس يعني يعتدل. فقال رجل: يا مولانا أنا أريد أن أسأل سؤال. قال: أسأل. قال: ماذا يحدث لو أن هذا السقف وقع علينا الآن؟ يا سؤال خطير. إيه السؤال؟ السقف إذا وقع على رؤوسنا ما الذي يحصل؟ إن كنا بني أدمين عادي سنموت، إن كنا من الأولياء لنموت. فقال أبو حنيفة: آن الأوان أن يمد أبو حنيفة قدميه. خلاص، ما دمت جاهل أبو حنيفة يفرد قدمه. لم يفهموها. جاء رجل في صورة العلماء، هيئة علماء. أبو حنيفة كان يجلس مع طلابه عادي كأنه يتكف. عندما جاء الرجل اعتدل. ليه اعتدل؟ عالم جاء في احترام للعالم. ثم قال هذا الرجل الذي صورته عالم: يا مولانا أنا أسأل سؤال. اسأل. فظن أبو حنيفة أنه سؤال إيه؟ عميق. قال: يا مولانا ماذا يحدث لو أن السقف وقع على رؤوسنا؟ ما الذي يحصل؟ سنموت طبعا. هذا ليس سؤال ولا نحتاج الى جواب. فادرك ابو حنيفه انه جاهل،
فقال آن الأوان، يعني الآن يمكن لأبي حنيفة أن يمد قدمه لأنه صار من الأهال وليس من العلماء. خلاص أنا في البيت زوجتي تقول لي تعالى في واحد من العلماء الكبار بالباب، أنا في الوضوء، ممكن الواحد يخرج دون أن يكمل الوضوء، عالم من العلماء، فجأة أخرج فأجد السيد فكري. أقول لزوجتي هذا من العلماء الكبار؟ قالت نعم أنا آخذ فكري ومن البلكونة. أنا ظننت وزير الأوقاف شيخ الأزهر أنا مفتي، فجأة وجدت فكري، ماذا تفعل في فكري؟ تأخذ ثم تصوم من الشيطان. يعني عادي، هذا الرجل لم ليس من العلماء، هذا راجل عادي. فأبو حنيفة يملنا يمد قدمه، ومن هنا لا تشغل بالك بالأحمق، ليس كل سؤال لابد له من إجابة. العلم إعطاء لغير أهل العلم مفسدة. كان أحد المشايخ، هو يعني نختم بها، يعني كان أحد المشايخ الكبار قوي الدكتور المصير ده، كان عالم، مات سنة 2007، كان عالم كبير رحمه الله، عالم في العقيدة، تخصصه عقيدة، لكن كان يخرج في التلفزيون وكان هادي وكان يضحك وكان طيب جدا. فتكلم وقال يجوز للرجل مع الكراهة أن يتزوج ابنته من الزنا. يا سلام، كأن القيامة قامت، كيف يتزوج ابنته من الزنا؟ بالراحة شوية، هو تزوج امرأة لم يتزوج، جامعها في الزنا. هذا الحمل على مذهب الإمام الشافعي الشيخ يتكلم فيه، هذا الحمل حمل سفاح لا ينسب إليه، لأن النسب ثمر للزواج الإيه؟ وهذا ليس زواج. عندما ينجب هذه البنت في مذهبنا ليست بنته، لأن النسب والبنوة نتيجة للزواج ماذا؟ هذا مراد الشيخ، لكن لا المذيع يفهم ولا يسمع يفهم، فحصلت مشكلة. هذا مذهب الشيخ يحكيه، أنت تؤيد أنت تعارض، لا نعترض، هذا يقول ينفع هذا يقول لا ينفع، الشيخ يتكلم من باب الحكاية، يعني الشيخ ليس كلامه قانون، لكن من لم يفهم فعل مشكلة. كيف يتزوج الإنسان بنته؟ هي ليست بنته، هي ليست مين؟ هذه وجهة نظر الشافعية، لأننا لو قلنا بنته ما الفرق بين الزواج وبين الزنا؟ فأنا أريد أن أعاقب الزاني، لو أنجبت هذا الإنجاب لا ينسب إليك، لأن هذا الماء حرام ليس له عندنا قيمة. فهمتم؟ بهذا الشكل ما فيش مشكلة، خلاص؟ طيب. اللهم صل افضل الصلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك.